شرحت المسؤول بعض المسؤولين، قلت لهم خلينا نبيع المطارات في دبي في مصر، وخلينا كل شيء اللي هو للحكومة من فنادق وقطارات وكل شيء تتخرج منه نخرج منه. انت ما تعرفش اهل الامارات وقد ايه هم حبايبنا يعني، وما تعرفش الشيخ محمد ده اخويا وحبيبي يعني. والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع.